وعندما يحصل اتحاد في المغرب العربي فيما بين أقطار المغرب العربي مثل ما هو الأمر الآن، يعني مثل ما نسمع، احنا نبارك هذا الاتحاد ونباركه بقوة، لأنه كل ما يلتمون الأقطار العربية على بعضهم كل ما يقربنا خطوات باتجاه لم كل المجاميع مع بعضها لحالة أكبر، بمعنى التئامها على بعضها مو لمها بغير معنى، بمعنى تفاعلها مع بعضها. أما أي خطوة يخطوها ضمن الخيمة الكبرى في خطواتهم المشتركة المتفاعلة كخيم لها خصوصياتها تحت هذه الخيمة الكبرى اللي تجمعهم جميعا، فهذا شأن الحال في كل وقت من الأوقات وبضوء مناقشة منطقية وعملية لهذا الموضوع. من هذا أريد أرجع إلى طرح أخي من الأردن أن تنشأ علاقة خاصة بين العراق وسوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيني، لكي أقول كما يلي: لو نشأت مثل هذه العلاقة أو لو جرى اتصالات، لو حصلت اتصالات على أساس إجراء حوار لإنشاء مثل هذه العلاقة، وجاءنا رجل من اليمن وسأل قائلا: لماذا تنشئون مثل هذه العلاقة؟ فعلينا أن نجيبه بما هو مقنع. إذا قلنا لتحرير فلسطين فرح يسألنا أسئلة محددة عن سلوكنا تجاه الفلسطينيين وفلسطين. إذا قلنا له للتعاون فيما بيننا رح يقول لنا: أخي لماذا تستبعدون اليمن؟ أنتوا يا عراق مريتوا بمحنة هي محنة الأمة العربية كلها وليس محنة العراق، ولكن الله وضعكم جغرافيا في هذا المكان الذي تدافعون فيه عن الأمة العربية. اليمن وقف إلى جانبكم، وقف إلى جانبكم سياسيا وفي ميادين أخرى. والنظام في سوريا وقف إلى جانب العدل المحتل الغازي، فلماذا تستبعدون اليمن وتقربون سوريا إذا كان الموضوع يتصل بالشعب والجغرافيا؟ فأنتم تقيمون علاقة ليس مع الشعب والجغرافيا، وإنما تقيمون علاقة سياسية مع النظام القائم نفسه. فلازم نجاوبه. أنا ما أريد أستبعد الشيء اللي تفضلت به، ولا أريد أقبل، ولكن بما أنه حوار وحوار مفتوح لازم نجاوبه، لازم نسأله، لازم. وإذا جاوبنا راح يقول لنا: الناس اللي يحكمون في سوريا غيروا تفكيرهم. وهذا تفكير، يعني موقف استمر 8 سنين مو أسبوع حتى نقول غلطة وزهفة شيطان، مو يعني عمل متواصل مستمر 8 سنوات. يعني اللي الشيطان موسوس بقلبه أخوتكم بالعراق انطوه فرصة، ولا أقصد في سوريا، يعني أي واحد مثلا كان من الزمن علينا لنحقق، لنعاود دورنا القومي في عمل المشترك أقصد، وليس دورنا القومي كحالات متفرقة، لأن الحالات المتفرقة ستبقى ضعيفة حتى لمن هو أكبر قطر عربي بيننا، أو لمن جيشه من نوع الجيش الذي تتحدثون عنه وهو ضعيف جداً، لأن المواجهة التي ستحصل له ليست مواجهة من الطرف المضاد، مواجهة في حدود مواجهة إمكانات قطر، وإنما سيضع في حسابهم أن الأمة العربية كلها عمق هذا القطر الذي سيواجهونه، إذن سيواجهوه في الطرف المقابل بإمكانات قد وضعت في حسابها إمكانات الأمة ككل حتى تنتصر على قطر معين.
فإن لم يواجههم بعمق الأمة العربية كلها مبادئا وقيم وجوانب عملية أكيد سيهزم. إذن المقصود هو عمل عربي تتفاعل فيه كل الحالات العربية مع بعضها على أرضية عمل مشترك ولأهداف محددة مشتركة متفق عليه. عملنا صبور وحكيم ومقنع لكي تكون الخطوة التي نخطوها حالة نهائية تنتظر خطوة تنبني فوقها ولا نتراجع عنه. لكن اللي حصل في العمل القومي من فترة طويلة من الزمن هو نخطو خطوة نصفق لها ندعمها، لكن بعد فترة شفنا نتراجع عنها وربما نبدأ من حال الحال الذي بدأنا به الخطوة التي قبل هذه هو حال أفضل.